لا ماضي له، لا حاضر ولا مستقبل لكينونته وسط قوميات وأديان عرفتها البشرية. فإفريقيا جزء من هذه المعمورة، وتؤكد الدراسات بأن أول سكانها هم الأمازيغ، وبتعبير ابن خلدون البربر. وأنفاس المروج التي سمعناها تتنهد عند ارتقائنا جبال منطقة تيزا التي كانت صدى لهذه التنهيدات. تتوالى الأيام والسنين، وفي كل مرة محطة تستوقفنا عند أعظم حدث تاريخي في شمال إفريقيا منذ 2965 سنة. يناير، تتويج بإرادة الشعب الأمازيغي وإيمانه بأحقيته بأرضه، بعد أن استنجد أمازيغ مصر بالملك شيشناق من بطش وجبرود فرعون الثاني الذي استنزف أراضيهم. فكان العام 950 قبل الميلاد عنوان معركة انتهت بنصر الحق على الباطل، وكان اعتماد الحدث كبداية سنة فلاحية، ومن هنا تعود الذكرى وتعود تجليات الاحتفال بها. 2965 سنة جديدة للتاريخ الأمازيغي، وهو رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 12 يناير من كل عام. تظاهرة الاحتفال احتضنت هذه المرة بلدية عمال، فكل منطقة وطريقتها الخاصة في الاحتفال. ولاكتشاف هذه الاحتفال عن كثب، أخذنا وجهتنا إلى منطقة تيزا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بالجميع، أزول في اللون، أسقى سام الغاز، كل أسقى إن شاء الله نضيف بخير، كل سنة إحنا يلقانا إن شاء الله بملاح. وماذا بينا إحنا يعني نشجعوا الشيء هذايا بالمبادرة نتاع الجمعيات، بالتلسيق مع الجمعيات أمشوار مع ثفث، يعني داروا مبادرة مليحة وبالمعاونة الجميع كاع الناس ساهمت في الشيء هذايا، وماذا بيا إن شاء الله تنجح للمستقبل. استقبلتنا جمعية تثاث تيزا وجمعية أمشور ورئيس بلدية عمال بحفاوة، فحضرنا معهم الاحتفال الذي قدمت فيه عروض رياضية متنوعة. والبداية كانت بسباق العدو الريفي بمشاركة كل الفئات العمرية.
تم توزيع جوائز اعتبارية تكريما لتطوع المواطنين وأصحاب المنطقة المشاركين في هذه الاستعراضات بمناسبة يناير. كان لقناة الهوغار تي في نصيب في هذا التكريم بأخذ شهادة شرفية. وتعتبر هذه المبادرة الأولى لهذه المنطقة بإحياء احتفال كهذا على حسب رأي رئيس جمعية تثاث. بريمير مرحبا بكم من صرح في سوين كتدرت اليوم، مرحبا بكم في الفيلاج تاعكم في الزا بمناسبة أمنزوني يناير، يعني 1 يناير 2965. المناسبة هذه درناها احنا ليزاسوسياسيون الجمعيات، كاين جمعية ثافات في الزا، كاين جمعية أمشوار، كاين جمعية اتحاد النساء الجزائريات، وكاين جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب. حنا ما درناهاش وحدنا، ماشي حنا اللي درناها، سي الشعب البوبل، سي لي جون، الشباب هذو كاع اللي داروها. والبيت تاعنا نحييو التقاليد الامازيغيه ونحييو الاصل تاعنا، وباش ما نساوش الهويه الامازيغيه تاعنا. عندنا مرحبا يسون التلفزيون الهوغار مورثنون، مرحبا بكم في بلادكم. فوالا اليوم رانا نحيو اليوم عام تاع يناير. كما تعرفوا يناير هذا عنده اون استوار، مي جينيرالمون بلي بريسيزامون سي لي بلي بريسيزامون ان كالندري اغرار، ان اونسيان كالندري، فوالا اللي عندها علاقه مع الفلاحه، مع فوالا جات ليدي لاسوسياسيون، نشكروها على كل حال على المجهودات اون كولابوراسيون افيك الشعب كما قال الاخ هذاوين. والحمد لله يعني لقات تجاوب كبير من عند واسمو الشعب، وان شاء الله نتمنوا ما تكونش الاخرى، باسكو هذه هي لا بريمير فوا. على كل حال احنا تمنينا صافي لونطون، تمنينا وين يجي نهار هذا وين نحييو العوايد تاعنا الامازيغيه، باسكو عوايد ملاح ما شاء الله، يبازيو بوكو بليس على لا فراترنيتي، الاخوه، التعاون. ولقد اغتنم اصحاب الحرف اليدويه والتقليديه وكل من ينعم من خيرات الارض الطيبه هذه الفرصه لاستعراض ما لديهم ولإثبات أن أرضهم استحقت التضحية. فلم تخلو طاولة من أجمل الصناعات اليدوية التي كان مصدرها شجرة من هذه المنطقة، منطقة الرجال الأحرار. دونك ناير سا ديبون دي ريجون سافيك لالجيري إل في بارتي نتمزغا سافدير ثمزغا. Il faut compter de Aswan en Égypte jusqu'à Agdir actuellement le Maroc. Après, quand les civilisations sont venues ou les envahisseurs sont venus, il y en a beaucoup, ils ont fait le partage. Donc maintenant, on est l'Algérie. Bah, l'Algérie, chaque région elle a ses spécificités pour fêter le premier de l'an berbère. Automatiquement, chez nous, par exemple, ici, mais pas ici, c'est-à-dire quand on a, parce qu'à l'époque, on habitait encore plus loin. Donc à l'époque, il y a des jeunes filles. Nkarasa Runja. Runja, ça veut dire, c'est comme vous prenez une louche, mais une grande louche. Les jeunes filles, elles vont passer de maison à une autre, spécialement pour ramasser des vivres, c'est-à-dire pour manger. Parce que chaque maison, elle peut donner ce qu'elle a. Et comme ça, le premier, c'est-à-dire le 11 au soir, elles vont faire cette fête. Voilà. Et maintenant, vous allez par exemple à Tlemcen, ils font la même chose, mais avec des habits autrement. Et ils mettent des habits d'un lion. Pourquoi ?
parce que Chachnaq, pour eux, ça compte beaucoup. C'est lui qui a repoussé à maintes fois les pharaons quand ils veulent envahir jusqu'ici. Maintenant, Mbad, après, c'est lui qui a été là-bas. Ils l'ont adopté, c'est-à-dire on lui a donné leur fille. Et c'est lui qui a vraiment fait la 22e dynastie. Alors automatiquement, il est devenu en quelque sorte pharaon. Et il a vécu pendant 6 siècles. Donc, vous voyez, alors, à Tlemcen, comme ici, c'est pas pareil, mais l'objectif est le même. Exactement, c'est ça. Alors, donc, vous voyez, voilà, c'est ça. Et vous savez que l'an berbère, ça fait 2965, et c'est grâce à Chachnaq qu'on a commencé. Et comme l'an berbère, il est basé sûrement, pas comme le grégorien, ni comme le Hijri, il n'est pas basé sur il est basé sur l'agriculture. C'est un calendrier agricole. وإن تحدثنا عن العسل فلا نستطيع وصف ذلك الطعم إن لم تتذوقه بنفسك. وأما عن الزيتون فبكل أنواعه. على كل حال مرحبا بكم. هنا عندنا هنايا في تيزا. واليوم ان شاء الله درنا الاخر تاع يناير والحرفه ديالي انا عندي نخدم حاجه تاع تقليدي عندنا بار اكزومبل هذا سي تان ديتيكتور تاع الماء ياك هذا يستعملوا يشدوا هكذايا ومن بعد تمشي وين كاين الماء يديفيك هنايا يفيبري هاي كيفاش وهذه لا ماتيير عندنا هذا الغليون لا بريير دخلنج هذا مغرف على كل حال تراديسيونيل لا ماتيير كاع تاع هنا لا ماتيير كاع بلادنا كاع هنا باسكو السجره كاين السجره ديالي والسجره تاع الغاب على كل حال واش رايح نقول لك وهذو راكي تشوفي هذو سي بور انتازولت الكحل وهذا مليلس هذا ديريه كي تكوني بار اكزومبل عنده بوسفاير ولا يحميك من بوسفاير مالغري نقولوا ما عندكش يحميك باسكو ناتورال حاجه ناتورال تنوض في الغابه طبيعيه وي هاي والله وهذه عندنا هذه شغل سيتون فلور هكذا ومن طمورف المناسبة كانت مساحة وفرصة للتعريف بعادات وتقاليد هذه المنطقة تكون هذه المناسبة مبادرة من الرجال فقط بل حتى النساء كان لهن يد فيها والتعاون والتضامن سيد الموقف وطبق الكسكس كان حاضرا بقوة أزول فلامون أزول مرحبا يسول وش راكم لاباس لاباس يسال عليك الخير وجدنا طعام رانا نديرو فيه مع المرقة مع الخضرة ثاني حنا يناير نديرو بالخضرة ما نديروش هكذاك الطعام الخضرة واللحم اللي كاين الموسم اللي كاين نحطوه ومحل الخطرة كنا نديرو كل واحد يديرو مع لافامي تاعو
في بيته. هذا العام لا لا، هذا العام قررنا نديروها جماعيين كامل، نديرو كاين الجمعيات، جمعية تافاث مع جمعية مشوار. الزول فلاون الحاجة قاسم قاسم. قاسم قاسم مرحبا يسون، إن شاء الله كل سقوسك زيادة، كل سقوسين قالن قالت قخان. ثورها إن شاء الله تورنا نغلي الجناية، هاني حرز ربي، معاون ذي الخير لنا عجمين كلش جوج نهيت. أتا تلاوينا ونزيد سون سيكسو، كل يوم شو يخدم. ثورا إن شاء الله هاسني زغزف ربي كل عمر الكل ويد يوسان غرزة ويد يدان ويد ذويذ يخدمن ذويذ يقعون كلش. ثورا إن شاء الله سنرق الفرح، إن شاء الله كل سقسك زيادة. ثورا ثيد القرية نتزة على كل حال، على كل حال ثيد القرية نتزة كل كل فريد يتاويد غرداي سقنق لين غرد الكل يتاويد الكل كل ثمرث لين غرد سفلة كلش. بصح إن شاء الله ثورا أسقس هذا نخدم مكة غير قبل إن شاء الله نخدم أكثر. ثورا مازال لم يزون جان غرد هذاك أربو صالح أترى ما تروح ما تصور مدين كل يوم شو يخدم يوني يودا شو يسوى يوني يودا شو يتخيل يوني يودا شو يوني يودا شو يصنع قفوس نس نكني هذا يتزي كاين لنصنع سكسو هذا نلقى سكسو يصنع لنا. هكذا هي احتفالة منطقة تيزة بيناير، وعادتهم ستبقى متوارثة جيلا بعد جيل. كان هذا الاحتفال مليء بدلالات رمزية وتاريخية عبر رسائل العطاء والتكافل مع الأرض واستنشاق خيراتها. فكل عام ونحن بالخيرات ننعم. أسقس مقاس. محطات تاريخية لاحتلال فرنسي عسكري عاشته الجزائر في بداية القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1830 للميلاد. كرونولوجيا الأحداث لمدة 132 عاماً من الاستعمار وإلى غلة الثورة النوفمبرية ثم جلاء فرنسا عن الجزائر. جرائم والله يندى لها جبين الإنسانية، أرجو أن تتحملوها وأن تتحمل أعصابكم وتتحمل نفسياتكم ومشاعركم، لأني والله مضطر إلى ذكرها. خربوها تخريبا متعمدا كما يقولون، مبرمجا منظما منسقا. هم لهم إيجابية واحدة، وهي أنهم بظلمهم الشديد وتخريبهم وتدميرهم وتقتيلهم وفداحة ما صنعوا أيقظوا روح الجهاد في الجزائريين. تاريخنا بعيون الآخر يقرأه لكم الدكتور محمد موسى الشريف في برنامجه صفحات من التاريخ الحديث يومي السبت والثلاثاء.